بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس السابع من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرومية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. باب معرفة علامات الإعراب، هذا محل ومبحث. هذا كان باب معرفة علامات الإعراب. إعراب كعلامته سبرشد هذا باب كذا. باب معرفة علامات الإعراب، إعراب كعلامته سبرشد على مذاها برشد وضبابك كهلا. هذا محله ومبحثه. بابك محل باب معرفة علامات الإعراب، وأهم الأبواب في النحو، أهم أبواب النحو. ولماذا قارنا وحيك عبر أساس اللغة العربية أو اللغة النحو ذا أن لقوض أساس اللغة العربية قدالب إن وقبن دونا وحليه دونا فصل كان إيا باب كان أساس اللغة العربية، اللغة العربية والنحو ذا لقوض أيوه صلبوها أساس فيها مالك وابابك ومهم سن مهم ذي سهل كيكا صباح إيه أهمية ذي أهمية ذي سحقين نورا موقنيسا وابابك النحو ذا ومهم سن أهمية ذي سحقين نورا موقنيسا نحو ذا وحيك هذا شو آخر الكلمة العربية أما آخر الكلمات العربية كلموين كاف عربية آخر كود لو قاوم بين أوغه الليس إما إعرابا وإما بناء كلمة آخر كذلك اللي مركي الله زيد أه محمد أه علي أه كتاب أه قلم أه قام أه جاء أه ضرب أه اضرب أه يضرب أه من أه إلى أه كلمة أف عربية أه واسم وفعل وحرف جاء لمعنى أه نحو ذو حكاة ليس آخر الكلمات العربية كلموين كأف عربية آخر كوض مركة يكال ليس أنا لبقى بيوغاه ليس إما إعرابا إن هذا كلمة آخر كذا كلمة ومعرب وإما بناء إلا إذا كلمة آخر كذا ومبني نحو ذا الأمر وحكاة ليس وعنتاس وآخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء حيث وحكاة ضمبين واللقودة من حيث الإعراب لهمين من حيث الإعراب والبناء واي ما دام مركا نحو ذي بأيكاها ليسو كلمات كأف عربية آخر كوضة لبا أرنو نايو غهدش إعراب يبنى إعراب يبنى نوحا أصل النحو مركي لجو إعراب إعراب يبنى النحو ذا حق يذا وحا أصل إعراب هذا إعراب يبنى وحابضا إعرابك باب كان إعرابك بوك هاللي انت هو المسألة المر لب النحو مركة النحو ذا الروح يدو ماشي أغبان يدو هالك باب كان مركة أهمية دي سوائنا سأفان ما دام النحو ذا بايك هاللي سآخر الكلمات العربية وحيك هاللنا أه إما إعرابا وإما بناء إعراب يبنى إعراب أصلا إعراب يبنى إعراب بضان باب كان إعراب كيبو كهلايا نحو ذا أصل كيبو كهلايا نحو ذا ماشي أغوبا نيد بو كهلايا أهمية دباب وكامر ساسا وحلوه بحي أساس اللغة العربية نحو ذا باب كان سلقوا وحيكالو علماء قارنا هم باب كان هداد فهنت نحو فهنت هذو كل من بريه الروح نحو ذا اللي بيسا أنفهمين إيوال وكل أقنت هالليد وكل أقنت مو سفهمين هذو باو كان كوغول لاقمانا نحو ذو كوغول لاقمانس وكو دي بيسا مفهمس ها وحاك لو صدحاضي دهان باب كان باوكا اود باوكا كدن بيو دن الى آخر آخر الباب لقاري باب كان اخد ميان
باب كاني أخذ ميناية لأن بابك وحوكا الله وحي لو قداي يمحيكو قدايهين وحي لو كردقاي محيكو كردقايهين وحي لو خاص دقاي محيكو هس دقايهين وحي لو ريباي محيكو ريبايهين واكباب ساسو مهم ويها باب باب معرفة علامات الإعراب إعرابك علامة دي سبرا شوض الله بابك كان له هذا محل ومبعثه بابنا وحيدا حاجة إعراب كمركي لجوغ أفر باكو بنا أفر قاب ومدو حوغا ضعيفية بابو إمي ابتدل لغاتيو وليا خبر كيبا محذوفة ليا باب معرفة علامات الإعراب هذا محل ومبحث باب ورطل ما يشهد كوارا أفر تا إعراب باكو بنا باب مبتدا كدي والخبر محذوف بعدي وهذا محله باب مبتدا باب مضاف معرفه المضاف اليه معرفه المضاف علامات المضاف اليه علامات المضاف الاعراب المضاف اليه وهذه والخبر محذوف تقديره هذا محله هذا محل مبتدا هي خبر كاس ايا باب خبر رابط كينا وضمير كمحله كجرا وهاك لو بنا اعرابك لبعض باب ذا اناد خبر كدكت وده المبتدا ومحذوف هذا باب هذا بتسوق الدل هذا باب معرفه علامات الاعراب تانا وكو بنا وده هذا مبتديه بمحذوف هذا هذا باب معرفه علامات الاعراب باب وخبر لمبتدا محذوف تقديره هذا لبا اعراب وكاس وباو مرأي مبتدتها أو خبرك أحد فيه هذا محل مرة إذا خبره مبتديه أحد فينا هذا بابو هذا باب معرفة علامات الإعراب مركز صدحات بابا بعدي مفعول به بعد كدي اقرأ أغري أنت أذو بابا معرفة علامات الإعراب اقرأ أغري بابا أنت بقدر الفاعل كضمير مستتر وجوبا تقديره أنت باب معرفة باب معرفة علامات الإعراب اقرأ أغري أنت أذو باب معرفة علامات الإعراب صدح ذا وجوا صدح وجو برناو وجك أفراد سيد الضعيف ويده نحوية وجكاس وإن بابي لده الله أصلي أولي انظر فيري في بابي انظر فيري في بابي معرفة علامات الإعراب وجكا ووجكا وضعيف صن وجكا محو ضعيف للنقض محو ضعيف للنقض وحيدا حرف جر ومرك يهربا تبرينا إلا يسوى محذوفة أيو وحكو عمل فري معمول ماشي جوغا عامل كينا ومحذوف يا عامل كينا وضعيف يا حرف جري انت اسكو درمال حيدا باب يضو ماشي التال إلا عامل كي وحرف جر حرف الجر سواء مركب ولا ضعيفة تبريا وهو محذوف أيضا هذانا وأنا سياحة فيه تاقار ويب الديدين بق قار وعينه وضعيف مركب تا وحال وبشي وحال لوير وضعيف وحينه حرف جر محذوف أن يكون عاملا فيه نظر ومثال الإسكوهيس حرف جر محذوف ولمن حذفا أن يكون عاملا إنه نظر مع أنه محذوف كافيه النظر وركب من غار وهم الدين غار ضعيف مركا كاسا وتبرير عشما وسور شراح غار باقبتار انت للرفع قد وحاو سغنا وخبر مقدم اسك جرح للرفع قد وحاو سغنا اربع علامات علام عيون افر مركا رفع على بلا سمر قدك وحا لو بلا با هوس بكا قبا فير هذا شرح العمد وحي تير قد با اسكر للرفع ما شافير وهو رفع ما يحدث وحسو دريه ويعامل عامل كيس في آخر الكلمة كلمة آخر كي وبدأوا بلا بعلامات رفع علامات كي بعلامات علامات الرفع رفع علامات هذا صوتها لأن الكلام هذا سيدة لأن الكلام كلام نحويين كلام عربي لا يستغني كما كافتهم عن المرفوع وحقذن إذ سوت وحاوي لا يتصور لما بصورة سنكر لما ملينكر كلام هذا لا مرفوع قد فيه دحس فيه دحس وسهل ولهذا سيادرت يسمى وحلو مقعبا المرفوع عمدة تير
وغيره غير كينا فضلة وحيدا مركا المرفوع للعمدي بينهم جمع عمدة المرفوع وحق ذن للعمدي وحي تير وصنا تير كم حالة وضفيرها تير كالوشة والفاعل يمبتدية خبر مارك الله صوك والفاعل ينايب فاعل كيسو الله صوك يمبتدية خبر حوق مرفوع الوشة كواسا حوق أركان توكاس مارك الله يا المرفوع وحيدا المرفوع للعمد وحيتير وصنا عمد كل شيء جنا والفاعل ينايو فاعل كيس هي المبتدأ وخبره ها إن حق ومرفوع عن مغرس وفاعل ينايو فاعل مبتدئ خبر وحصورها عوانا واسخذي مبتدئ خبر كم بحكم كود لأن سخايا هي توابع وهذا التابع لا ينفرد بالحكم واتقرنس طيب وحيدها وأما الفضلة فضلنا يا إسكال فضلة المنصوبات للفضلة دهان والمجرورات كذلك مجرورات كنا وحيدها محلا بمنصوب به مارك منصوبات كوحة فضلة إلي مفعول به وحيراس واحد ديراتك إن فاعل هذا غربا مفعول به وبهنان قام زيدنا وكان ها مارك مرفوع لقام كافتو مكر المرفوع للعمد والمنصوب للفضلات والمجرورات كذلك للفضلات للرفع قد وحاوسقنا ذي أربع علامات على موين عفر الضمة واوسقنا ترفع ذلك بدل وهي ضمة على سلوين والواو واوسقنا تي والألف ألف والنون نون وهي ثلاثة ذا ضمة ألف كي واو غي ألف كي النون وهي ثلاثة ذا واو غي ألف كي النون نائبة وحي نائب كيهن عن الضمة الضمين نائب كيهن أوفير ساد أهلك فرعنا والاق عبرا نائبنا والاق عبرا رفعا فرع على ميلة ضمة واو ألف نون أفرتان ضمضة عصلة واو يالف ينون وحي فرع كيهن أما نائب كيهن ضمضة ضمضة ميل أيقل ويدي قليان وحينا نائب كيهن ضمضة مسألة ذا كاري مهمك وحاول وحكستو اللغة العربية جدًا بعده وحكستو اللغة العربية جدًا أو معربة أنت أصلاً راعينس وحكستو اللغة العربية جدًا أو معربة أفر تنميذ بيكون جدًا لغة العربية بلانا وحكستو جدًا بدر أو معربة أفر تنميذ كم يديكون جدًا ضمة واتكوي ذي واو واتكوي ألف واد كويد نون واد كويد ما قلنا عضون شكيرين ما قلنا لماذا هدي قد من هاي الأفرط نتكلم إذا لقيه لله بعد ذلك ما بشكينيس واحد كسر لغة عربية قدام فير معرب نميهم بشر أفرط نتكلم إذا إني كوج قدامهم بعلاق أفرط واد كويد هواك شكين ما قلنا له قد كأي سوى ما حنا قد فير هذا ضم ظاهرة أما مقدرة أما محلا وحيدوني أذوق أفرتان مكوين شيئين معرمية ما بقولنا له للرفع قد وحاوسونا ذي أربع علامات على مبين أفر الضمة واوسوناتي وهي الضمة على أصلوي والواو واوسوناتي والألف ألفية والنون وهي ثلاثة ذا ووي ألف كي النون نائبة وحي نائب كيين عن الضمة الضمة فأما الضمة الضمة فتكون وحيانية الضمة علامة علامة للرفع قدوها في أربعة مواضع عفر بص في الاسم اسمي المفردية المفردك منصرفا متوين أقبل أي كان هاي منصرفا كان وما يراه يكون كان كان هذا خواص كان من خواص كان قدال بنوكين دونا كان هذا اسمي يا كسي هرمريكا منصرفا هذا واسم كان مقدمة كان فعل ماضي ناقص اسم جاد وحد خبر كيف هرم اسم جاد وضمير مستتر فيه كان هو وي مركا كان ذي اسم جاد وحاكو هرم خبر كان ذي مع اسمها اي اسم جاد كان مع اسمها خبر كيف هرم وحاكا مرة وحال الاركي كان ذي اسم جاد بالحج كان مع اسمها خبرك بس يا صاحبي
من خواصها وحديدري ألفي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولوا كثيرا اشتهر نبي أنو حكير عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد والفرانت بر أبا الله كده وحداد وحديد وحسور هذا التمس ولو خاتما ولو كان الملتمس كان اسمه هذا نبي أسلح حذفه ويحذفونها ويحذف كان اسمه ويبقون الخبر خبر كي باقيين وبعد إن ولوا كثيرا اشتهر وفأما الضمة ضمدي فتكون وحيان هي ضمدي مركا منصرفا هذا وخبر كان وخبر كان مقدم كان ذي اسمي جيبه وحكسي هرمني كان اسمي جيبه خبرك خبرك وحكسي هرمني ومنصرفا تاس ومن خواسي كان وحيالا خاصي إليه فأما الضمة ضمدي فتكون وحيهان علامة علامة للرفع قدوهان في أربعة مواضع عفر بوس في الاسم اسمي المفردي المفرد منصرفا متوين أقبل أي كان هي منصرف طوح حلقة وضمان متوين سما يصير جاء زيد أو غير منصرف نهاية من أن توين أقبل ما لا ينصرف كيو جاء أحمد نحو قال الله إلهي وحير منصرف كيو وإذ قال إبراهيم وحير ما لا ينصرف كيو وإذ قال موسى وحير مقدر كيو فير هذا قال الله قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب الله فاعل قال مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره اسم مفرد محل مركب باء معرفة علامات الإعراب للجوب اسم مفرد محل ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة ما ليس مثنى وحال لباهين ولا مجموعا أن جمعهين لباه الدين الذي جمع نوركي اسكبده ولا ملحقا بهما الا بدا ان له ليشين ولا من اسماء الخمسه اسماء الخمسه عنه في الاسم المفرد اسمه مفردك منصرفا كان اهيا متوين اقبل حيا وايهي قال الله تعالى قال فعل ماضي الله فاعل قال مرفوع علامه رفع ضمته ظاهره في اخر واذ قال ابراهيم ابراهيم حير ووسدي سبه دوركي سكو عدان الواو بحسب ما قبله بالها خلطي الأقل وهو مركو كو عدان الواو بحسب ما قبله إنه وهو حرف عطف بادل وهو استئناف بادل وهو الحال بادل وهو المعية بادل وهو هذا البداية مركا دور كي سكو عدان ويو حال الواو بحسب ما قبله ويحكور ينفيرنا نو قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب إبراهيم وفاعله قال مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أو غير منصرف تبقوا ما قرت إنك سعوني ماذا قار دهان ما لا ينصرف كل سين أبا وحوخ سيا باب الخفض تويني هو سريك بوصو أقلي ما لا ينصرف قدنا مدي دو كردين مدي ما لا ينصرف قدنا مدي دو كردين مدي وحو دي دو واتنوين ما يشاء مركا دمان تضم على قهد لأي موقت قار مركا وحيدا وإذ قال إبراهيم وإنو هل كان كير ما لا ينصرف كسيد أو باب الخفض على جاه الله باب الخفض إن الجد بين ربنا قال إبراهيم هو جد أنت مكت مرك علماء قارو حيكسو كوج وحديد اسمه مفرد كوحكا إيمان ضم ظاهرة ضم مقدر كاس كسو كوا ضم ظاهرة سيد قال الله يا قال إبراهيم ضم مقدر أتقرن يسوع صدح لي صدح لي صدح لي اسمه مقصور كابو مثال قال موسى وحا كجر منقوس كماشي جاء القاضي وحا كجر مناصبة دي جاء غلامي صد حذيب واسوء قلائس كجر قال إبراهيم إذ ظرف مركو حادي وإذ قال الواو بحسب ما قبله إذ ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه ومنصوب بجوابه مضمن معنى الشرط مبني على سكون في محل النصب هذا اسكسو كوبنا وحادي هذا إذ ظرف الزمان مبني على سكون في محل النصب ده قال فعل الماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب إبراهيم فاعل قال مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر محل شاهد هو إبراهيم أو منصرف كي وحكوا ذا ما لا ينصرف ما لا ينصرف إن المركب بإبراهيم هدي وما لا ينصرف على ليه العالمية والعجموي وإذا قال موسى مقدر كي ويكانها ضمة ذي بألوه قدر وإذا قال الواو بحسن ما قبله إذ ظرف الزمان مبني على السكون في محل النصب قال موسى قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب
موسى فاعل قال مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآليف منع من ظهوره التعذر لأنه اسم مقصور بعده منقوص كينا ولا قهرب جاء القاضي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي فاعل جاء مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهوره الثقل مناسبة ولا قهرب جاء غلامي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب غلامي فاعل جاء مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسب لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبله غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وجمع تكسير جبين تجمع إذ جمع تكسير محل ما تغير فيه بناء مفرده قار ساسي كو تعرفين قار ما تغير فيه صيغة مفرده ما تغير فيه بناء مفرده مفرد في سن اسمه سبع دورس دورسون مفرد كيف هو حاقول نعي دورسون إما بزيادة أو بنقص أو تغيير الشكل مرحلة كذا بس اسم الدنس أسد وهل بها أسد بفتح الهمزة وفتح السين أسد والجمعنا لواقع بخصو أرورا جميع عيسو أسد وبضم الهمزة همزة اللي قدوا وسكون السين أس أسد قارة واحدة بضمتين أسد أسد كأسد شراب ودي درسوا صور كأسد شراب أسد بكو كان لكن لا وضع هو اللي أقول لي كان وحوي كأسد بفتح السين غير هذا في الأول أسد وضمها في ثاني أسد أك أسد بمر أسد النواجر تاد إسكجر أسد أسد وجمع تكسير ججم تجمع التغيير كا إلى اللح بقارسيا إلى اللح وجمع تكسير ججم تجمع عيد سكر اللب مثال باكيمان ضم ظاهر ضم مقدر منصرفا كان هيا منصرف هيا متى وينت أقبل أو غير منصرف هيا نحو قال أصحاب موسى قال وحيدها أصحاب موسى نبي موسى أصحاب تيس أصحاب كان قصوا لإسكو يرهايو قصوا لإسكو يرهايو ضايد ما جمع صاحب أصحاب كيسا هذا الباكيرت الصحابي مركي لقاها الله مركي لقاها الله وعلى آلي والصحبي ذا والصحبي ما اسم جمع با مركا إساء وحوغا هذا الباجرة هذا الباجرة وصحبه القاسو كتابك قال وصحبه قال وحيدين أصحاب موسى نبي موسى أصحاب تيسي أصحاب ذا سنحضرنا قال في علم ماضي من عرفت كم واه واذ أركتايو ضمدي وظاهرة ضم وانا منصرف ومنصرف وتوين وأقبل أصحاب ونقني قال أصحاب موسى قال فعل ماضي من علفة لا محل من الإعراب لا محل من الإعراب أصحاب فاعل قال مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره موسى أصحاب مضاف موسى مضاف إليه مجرور علامة جره وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ذريها التعذر مراد كأنه وأصحاب مفرد كيسون وصاحب يا صاحب يا ومساكن غريو جمع مسكن مسكن مساكن يا ومساكن غريو غريها سو ترضون حاضر لكتي ومساكن الواو حرف عظيم مساكن معطوف على اباء قل ان كان اباؤكم بالوعف اباء مساكن معطوف على اباء وعطف المرفوع مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره جمع مسكن ومسكين هوفا مسكن او غريو ومسكن ترضون يدوا فعل مضارع افعال خمسه اسكاج ترضون فعل مضارع مرفوع علامه رفع بثبات النون واو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع ها مفعول به مبني على السكون في محل نصب ومن اياتي الا يدي سوى حاكم اذا الجواري دومها صعنا ومن اياتي الجواري في البحر كالعلام الجواري دومها كصعنا يا بط الجواري ذا وي مرادك هذا اسكاج من آيات جاري مجرورك وخبر مقدم الجواري ومبتدا مؤخر فيرهد
ومن الواو بحسب ما قبله من حرف جر آيات اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره آيات مضاف لا مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم الجواري بعده الجواري مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة رواية ذا نمر كان أغرسنه رواية ذا ومن آياته الجواري جواري يا أغرنا يا معنى سبت ها صح جواري مركي اللي يراد ورواية حفصة ومن آياته الجواري ولبنا باو الرآد مركي اللي علمي التجويد كرا ورأيالك اللي اسكوها في حالة الوقف من اللوينين ملايرين أرنا جوار بين أنقارها جوار وحليه نذر يا الجواري يا أسر قروه ميلوه كويماد ميلها اللي اسكوها مركة الجواري إنك رواية حفصة وحده الجواري مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة يا ذي حدفري شارع عقلاء على الياء وعدي أغنى سأل جواري مركي على الياء دهس رواية حفصة يا ذا مهس ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل هدي الجواري لا غريرة ضمة مقدرة على الياء يا ذا لفتيه بالمركز منع من ظهورها الثقل وفي جمع المؤنث ندق جمع سعاد سالم النبات قال وما حمل عليه وحل وحنباري ما شاء الله إنه قصوا أركن أجرومي ويأصل كيفير وما حمل عليه وحل ملحقات وحل نهاجر ملحقات كاسع علماء قهر محمول كعبنا محمول قهر وحيدها ملحقات محا ملحقات لفير هل أرهن كخصوصنا وهل أرهن بأمون أما ملحقات جمع المذكر السالم هنو أما ملحقات بالمثنى أما ملحقات بجمع المؤنث السالم وما وحاوي الذي لم يستوفي الشروط أو بعضا منها وحالك هل أما جمع مؤنث السالم هنو جمع مذكر السالم أو مثنى شروطي وجمع مذكر السالم لها يؤفسن واي أما قار كمدة شروطي ومثنى لها يؤفسن واي أما شروطا قار كمدة جمع مؤنث السالم شروطي سيب يؤفسن واي أما شروطي قار كمدة المهم هو شروطي اللي قوي قاب أهان نفير جمع مذكر السالم قاب كي سيبو له قاب أهان قاب كي مثنه له قاب أهان قاب كي جمع مؤنث السالم بو له شروطنا مو أفصل أما شروطي قار كمي مركاسا ملحق لديه ملحق ملحق مركو أرنتيس وكاس وفي جمع المؤنث لديك جميع سعى سالم النبات قال جمع من سالم نوحى لما جمع بألف وتاء مزيدتين ووحي جمع اللغة لديك ألف يتاء زيادة مفرد كيسي ألف يتاء زيادة قدي هند هندات مؤمنة مؤمنات نحو إذا جاءك ديكو إمادة النبي محمد المؤمنات قبلها مؤمنات إذا جاءك ديكو إمادان المؤمنات إذا ظرف الزمان ويمبني على السكون في محل النصب جاء في علم ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والكاف مفعول مقدم ويمبني على الفتح جاء في علم ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والكاف مفعول مقدم ضمير كاس مبني على الفتح في محل النصب المؤمنات مراد كيوي فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ماشي سؤال بعد من سؤال فاعلك هدو يهي فاعلك هدو يهي مؤنث ولي يعني مؤنث حقيقي هو المؤمنات واركت مؤمنة المؤمنات إن فعل كتالو ودرا الاسكوغا وتاي تانيث ساكنة تاي تانيث ساكنة وحي نوفا إيدين سواكيا إذا كان الفاعل مؤنث هدو يهي ولي يعني مؤنث حقيقي مركو يهور اسكبدا يلحق بالفعل فعلك وحالها ليشين جريه تاي تانيث هذا هلك محانو يا لا إذا جاءك المؤمنات أو تاو تانيك محلو جدا ما شاء الله فاصل كادرتي فاصل بعيد ها
هذا أهان لهذا القرآن القرآن إن هذا وحبيس كبدلي ما هي جاءتك جاءت المؤمنات تأذوا على ودر الله لكن فاصل كاس أيام فاصل كاس عمرك أو كافك يا سو فعل كي فاعل كي على كلام إحكار وولاة الأحمال همزة وو قال ما أغري وو هديهم وو ما وولاة همزة دي يلام وو قها أغرين وولاة الأحمال أورك كوي صاحبك كان فيري هذا وملحق جمع ما نصار جمع ما نصار ما وملحق ألف يتادي ولقها يا أولاة وذركت محوم ملحق كل نقضين شروطي لا واحدة له من لفظ مفرد مالي ولا جمع عام بالوار لكن مؤمنات مفرد كذا محوها يا مؤمنات هندات مفرد كذا هند مسلمات مسلمات كان مفرد بماله كان ولا واحدة له من لفظ مفرد مالي لفظ جيسا مفرد لفظ جيسا مالي وتيدي جل النساء وحاله جمع بالوار كمفرد مالها مفرد من لفظه مفرد في سواء امرأته امرأته لنا جمع ماله مركب وحالي حالي هلبك وكلاقات امرأته لنا وحايتري مفرد كيف يحسى جمع ذو حون نقضي ها نساء نساء ان مفرد ما يحسى مفرد كيف ذو حون نقضي امرأته حالي هل ها ها نساء ان وحايتي ان مفرد ما هي ان جمع ما هيس ان مفرد بايتا ان جمع من قوة لا واحد له من لفظ مركب وولات وحي ملحق النقطي وحلقة وهي مفرد بين لحين مفرد لفظ جدا لفظ جدا وولات الأحمال أركوكو صاحب كها وولات مركب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وولات مضاف الأحمال مضاف إليه وخبر كين والجملة كذا بيسو وولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واي وفي الفعل فعلك المضارع مضارع الذي فعلك مضارع لم يتصل سلاح لسن بآخر آخر كس شيء وحبا فعلك مضارع وحال لديد فعلك مضارع آخر كس وحبا الله حلسن ضم الوجود ضم ضع مظاهرها النقطة أما مقدرة آخر كس وحبا الله حلسن وحال غوضا مما يجب بناءه أو ينقل إعرابه مما يجيب بناءه وح مبني كذا مبني محمد مبني كذا الله بضع نون نون التوكيد نون النسو محا إعراب كي سهر أفعاله خمس صدح عك إعراب الله بضع نون نون التوكيد نون النسو إياك باول إعراب والله بيبكسر باول المبنيات بيجيني أو ينقل إعراب هنا أفعاله خمس معرب واي ها لكن ضم اللجوم كذا إياك النون باللجوم كذا مركب حال الجديد لم يتصل بآخره شيء وحال جوده مما يجب بناءه كإلالي وحمبني كده وعلى بعض النون نون التوكيد النون النسو أو ينقل إعرابه إعراب كسر راء أفعال خمسين وفي الفعل فعلك المضارع مضارع الذي فعلك مضارع لم يتسل صلاح لسن بآخر آخر كسر شيء وحبا نحو نرفع وحانكري إلينا وعليه درجات يا درجات من نشاء لسوء إضافة نرفع وحانكري إلينا درجات درجين من نشاء يا درجات من درجوين كود نشاء وانظر نرفع ويمرات كن اسكجر هذا نرفع فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير نحو درجات مفعول به منصوب وعلامة نسبه على الكسر نيابة عن الفضل لأنه جمع وسالم ودرجات من حدد هل مرهوس درجات مضاف من اسمها موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر نشاء ونوافع المضارع جملة داسر سلا ذي بين نقرنسا عائد كنا وضمير كان نشاء هو واي والله إله يدعو وحوقي ذلك إلى دار السلام نبت قال يدا دارت وفعلك مضارع ها ضمدي مقدرة كتها يدعو ويمرات الله مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الله والله الواو بحسب ما قبله الله مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخره يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الواو منع من ذراء الثقل وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الله
إلى حرف جر دار اسم مجرور بإلى وي دار مضاف السلام مضاف إليه مراد كوا يدعو أفرتا بوس ضم لوجودا اسم مفرد جمع التكسير جمع ما نصان فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وإوام الواو كير درسنا واسك فض ضيض وام الواو ودي ولا يرد على مسواسك عاد عايزهم وام الواو ودي فتكون وحي أهاني هي وودي علامة علامة للرفع قدو هاني في موضع عين لو بوص لحظات مركا أفرتي بوص أفرت الضمد ودكتي واسم مفرد جمع تكسير جمع من السال فعل مضارع الذي لم يتسر بآخره شيء علماء قار وحي كوكوبي جنو أرم كوبان ومعانا وحي دي جنو جاء زيد ورجال ومسلمات يضرب وكا حول ضم أفرت جاء زيد واسم مفرد ورجال وجمع تكسير ومسلمات وجمع من السال يضرب أفعل في المضارع جاء زيد ورجال ومسلمات يضرب واما الواو ودي فتكون وحيانه ودي علامه علامه للرفع قدوها في موضع عين لب بوس في جمع المذكر لب كجمع عيسى السالم النبات قال وما حمل عليه وحي لو حمبار ملحقات ملحقاتنا ما حان لها محويه ووح لقى واي شروطي اما قار كمده ها شروطي وحا لقى وجمع مذكر سالمان أما مثنى أما جمع معنى صالح ملحقات هذا المقاش قاب أهان وليه قاب كيس لكن ها شروط بين لقاهن أما قار كم ذا شروط ها ملحق وك في جمع المذكر لب كجمع عيسى سالم النبات قال وما حمل عليه وحلق حنبار ملحقات جمع ذكر سالم حال إذا فير حدا ما دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وياء والنون في حالة النصب والجر جاءوا مذكر سالم وحاله يعني سو قري أنا وكو كيرن دنا هذا هو يلا كوان يلا فا فاسم مصور جاءوا مذكر سالم وحاله إلى هذا ها وحي قطسي لبا كبدان لبا هذه لبا كبدان لبا ده لمرة لبا كبد ولما ذكر وحي بك قبتن وحي قطسي صدح صدح إياه كبدان بعد ما ركض صدح وات كهل أم وحده لبا كبدان وحاله جديد لبا إيو لبا ما لبا كبدان وآخر كيس اللي هو زيادة مفرد كيس هو سيريسة واو ينون بعد كدرس حالة الرفع عن جون حالة النصبية حالة الجرنة يا ينون واو ذا ينون كان بحي حالة الرفع مفرد كقدر واو ينون بعد واو ذا واو حلو كوك قد نابع جاء الزيدون جاء عبد الكريم سالم حاله وقدا واو واو ذا واو حلو كوك قد نابع نون كرنا وعوض عن التوين في الاسم المفرد زيدون توين تي سارد نون كرنا بدل كام ملحقات كيسنا وينو كيني دارا واما الواو دي فتكون وحيان لبا ميل بانا لغا دسا لبا ميل بوكي ما دا جمع ذكر سان سيس علم للمذكر يا صفه للمذكر علم للمذكر سيدا زيدون اي صفه للمذكر وحي التلمان كجر مؤمنون اي مسلمون اي قانتون اي ها ارمس خاشعون اي وحيالها تلمان تو كجر علم للمذكر صفه للمذكر لبا بوكي ما دا في جمع المذكر لبك جمع واما الواو ذي فتكون وحي أهان علامة علامة للرفع قد وهان في موضعين اللو بوصل أحضر في جمع المذكر مذكر كجمع عيسى السالم النبات قال السالم من التكسير بك النبات قال ججب وك النبات قال مفرد كي واو ينون قدر حالة الرفع إيا وما حمل عليه وحلق وحنبارات دي واي وملحقات كي النحو ويوم إذن ما لنتا سيفرح فرح المؤمنون المؤمنون ذاوي مرأت كي إن يكون هذي هذا منكم حقين عشرون لبات صابرون عشرون وملحقاتك ملحقاتك وإسكادين هذا ويومئذ الواو بحسب ما قبله بعده يوم ظرف الزمان ومبني ظرف الزمان مفعول فيه نوالا مفعول فيه ظرف الزمان مفعول فيه وأسكم ذا يوم ظرف الزمان منصوب وعلامة النسب فضعة ظاهرة في آخره يوم مضاف إذن تنمضاف إليه ومبني على الكسر في محل جر وبناء نس يفرح المؤمنون محل شاهد كواك مراد كواك كواك يفرح فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره المؤمنون فاعل يفرح مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد فعل هذا المؤمنون مع علم لمذكر بعد سوى صفة لمذكر يا
المؤمنون مع علم لمذكر بمسوا صفة لمذكر صفة وتلمام وهي المؤمنون كوي كميفير علم كرم مقع ويفير زيدون كوي ميعدي مس زيدون زيديار كوا ومقع كونا المسلمون كوي هو جان سمي المؤمنون كوي رميي الخاشعون كوي خشوع سنة الصادقون كوي رمت شيغاي المؤمنون مركا مع علم بهم سوا صفة وصفة واتلمانة ها كوي صفة الإيمان كلا جهلا يقول إن يكون هذا وكان ذي تام الله هدبات كديت منكم حقين عشرون الله باتن صابرون عشرون ذا وياد إسكت إن حرف شرد جازم يجزم فعلين الأول فعل شرد وثاني جوابه جزاء يكون فعل مضارع فعل شرد مجزوم بإن وعلامة الجزم هي السكون يكون متصرفة من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر بعدين سكادر هالك واي منكم من حرف جر والكاف اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر والميم على من حرف جر والكاف اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر والميم علامة جمع الذكور الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا وكرنيا خبر يكون مقدم وخبر يكون مقدم عشرون اسم يكون مؤخر مراد كأنه وكان عشرون اسم يكون اسم يدي مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه ملحق بجمع المذكر السالم بعدين ملحق لأنه ملحق بجمع المذكر السالم هي ملحق من حقوق النقد ما لقى هي لا واحد له من لفظي مفرد ماله عشرون هذا دي لا يفير مفرد كيس هو عشرة عشرة ما طوام ما مسوى هالروح مفرد نمحله يقان واحد توصيه ما هنا مركب مفرد ماله عشرون مفرد بالقوة مفرد مركب وملحق بجمع المذكر سالم وعقود واللمبرد صابرون يضوى النعت وانا هي جمع المذكر سالم أب ما قال مركب مع علم المذكر بصابرون مسوى صفة المذكر سيفه واتلمان سبحان صابرون الصبر عي ها ونعتي هذا إسكاجر نعت لعشرون عشرين كاس على تلمامه وفي الأسماء أسماء ذي الستة اللي إحدى أسماء الخمسين وهل قدرى هل قال لسكما وافق سنة إسكاجر وانوك سادس الأسماء ودي جرم الله وفي الأسماء أسماء ذي الستة اللي إحدى وهي اللي إحدى أبوك أباه وأخوك ولالك وحموك سيدك وي إنك سؤال وأقارب الزوج وفوق أفكار وهنوكي هنوكي وحيدا مما يستقبح التصريح به ووحلا نعاية إن أفكار الصومري سيدا حبين تطرق وكان واسفا مارك وهنوكي إن الله أصري أبضي حيدي جنم الحوحي وهنوكي سادس الأسماء قصة يروي ريان وحو إسكاها بناء آدم إله أوراد مفعول حماية وإله يقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم هذا بناء آدم وكرة قول حسين مركب وحكوير شيء جدا شيخ ملحاه دمامة وحلة دمامة وفعول حماء مركب شو إسلامتي بقى يرنفت ناقنا هدنين حوالا لأم قول حسين بيحرطاب وقت قرات مركب دموي سيقر بدفع عن كتر روحي وهنوكي سادي سل أسرام شيء أو أسماء ذي اللي حكوا يهيج فيها، مركب بوغ شو كديمون، مركب هنوك هذا اللي اسمه وافق سنة المهم، وفي الأسماء أسماء ذي أستة اللي حذاء، مركب أسماء الشروط بيلاده، شروط عام شروط خاص وصوت لكن شروط عام كأفرول أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغيرها المتكلم مفردة إلى النقط مثنية جمع أبواني يا أباء يا لمرة أبواني أباء أبونا يكو على مرة مكبر على رب مصغر على مرة أبي أبير يخي ولا لير ولا مرة مضاف على رباية إضافة إلا قدر وله أخ وكر على مرة إضافتها لغير يا المتكلم على رب أخي يا أبي يا لمرة شروط أفرت عام وشروط خاص كفو أن تكون خالية من الميم ميم الآن فهم لما أقل فهم لما أقل وذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر
اسم الجنس هرت أن تكون بمعنى صاحب وعين النقطة ذو صاحبة ذو مال محل ديدة ذو اسم اسم موصول جرت وذو بمعنى الذي جاء ذو قام الغني جاء وحيم ذو أي الذي كي قام استاج ذو أهم بقرنته لكن ذو هوفم ذو الذي ب ها ذو قام ذو قامت بالي ذو التي تي قام ذو قام مركا تعالى مرة ذو بمعنى صاحب الله أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر وصور وفي الأسماء أسماء الستة الإحدى وهي أسماء الإحدى أبوك أبها وأخوك ولالك وحموك سيدك صدقان علماء قاربا حمك وحال إسكوهايا ما أقارب الزوج بها مسوى أقارب الزوجة أقارب الزوج بها اللي بدأ يسيدو حديثك تسيو نبي أمانو حير عليه الصلاة والسلام حديث كأس صحيح إياكم والدخول على النساء وحانين كدقى هوان كأنا أضوك أشاء نبا يا رسول الله أرأيت الحم وكور حمك وانينك ولالك إنا ما أدرت نبي وحي الحم والموت وابقيري وكأخطر صبها كأخطر صبها إذا نقولي يسوق قلي هدي الله ردتك درسك وعلي وانينك ولالك موت هدو نبلو يا كور وانبك الحم والموت وحموك سيديك وفوك أفكار وهنوك شيك يوذو مال حولك وصاحبك نحو قال أبوهم وحيد قال وحير أبوهم أبوهد قال فعل ماضي ما من عرفة الله محل من الأعراب أبو فاعل قال أبو فاعل قال مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أسماء الستة لسكم وافق سنة أسماء الخمسة وحديد والنقص في الأخير والنقص في الأخير أكثر إلا نسقاميون علامة الرعين لجاء هن رأيت هنا مررت بهني والنقص في الأخير أفضل إن هنوك وحب الله الرعين لهنون هنن هنين كاسع صح والنقص في الأخير أكثر أبو فاعل قال مرفوع علامة في الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف له ومضاف لما من على الضم في محل الجر والميم علامة جمع الذكور لا يوسف يوسف يا واخوه ولكن واخوه ذا سربنا الواو حرف عطف أخوه معذوف على يوسف وعطف المرفوع مرفوع علامة في الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أخوه مضاف والهو مضاف لما من على الضم في محل الجر لا يوسف يوسف لام كلام الابتداء لام التوكيد وله لا يوسف يوسف وحب مجر واسك حرف واسك حرف لا يوسف يوسف يا واخوه ولا الكبا احب لجعيل بديها الى ابينا ابهن منا حقا وجاء وحي من حموك سيدك وهذا كان فوك وافك وهنوك شيء وانه يسوي لذو علم علم بو صاحبيه وان الواو بحسب ما قبله ان وهذا كلو دي كرتا وانه الواو حرف عطف ان حرف توكيد والنصب تاسب الاسم وترفع الخبر والهاء اسم انما من على الضم إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والهاء اسم إن مبني على الضم في محل نصب لذو اللام لام الابتداء بعده لذو اللام لام الابتداء ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس ذو مضاف علم المضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره والله سبحانه وتعالى أعلم أحكم بالله توفيق سبحانك اللهم